شفتها البرفة هيدي آه. خليك تشمها تاني ايدك لا ما كمان يلا شمها اللي حلوة ايه حلوة كتير حبيتها تحب هالروايح انت بتحب هالستايل البرفانات تحبون حلوين ايه ايه شمها رجعنا شوف ممم عن جد يا عمي حبيت؟ مم. برافو بابا هاي هاي الحلوة اوكي مرحبا اعزائي برحب فيكم مجددا على بيروت فراجرنس باشن كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل سبسكرايب موضوع حلقتنا اليوم عن عطر قديم من نوع الودي اروماتيك او الاروماتيك فوجير من الثمانينات والعطر هو اكزاريوس الاوريجينال اودو تواليت آه تم اصداره عام 1986 والعطار هو الكبير البرتو مورياس من اول العطور اللي عملها يعتبر هذا العطر بالنسبة الي ايقونة عطرية هو من نوع قلنا الودي اروماتيك او حتى فيني اعتبره اروماتيك فوجير آه هذا العطر طلبوا مني اعمل مراجعة عنه صديقي من الجزائر حمزة بليدا بوجه له تحية البرزنتيشن تجي هالشكل مع الاصدار الاساسي القديم أه العلبة شوف شو قديمة تجي بهذا الشكل علامة الجيفانشي معي خمسين ملي من جوا بتيجي بهذا الشكل شوفوا شو, شو قديمة العلبة كيف ما كان هيدا بفترة التسعينات هيدا العلبة أقله بالتسعينات أوكي أه هلا بحطها عن قريب وهيدي مئة ملي تستر كمان بيجي بهذا الشكل الزجاجي اولد سكول بامتياز هذا السبراير الريحه ولا اجمل من هيك رح اتعطر منه حبيت صور هذا الفيديو بالطبيعه اكزيريوس جيفنتشي اودو تواليت اكيد ما كان في اودو بارفان بهيدي الفتره هذا العطر انه بتركز حول آه نوتات كتير آه مجموعة كبيرة من النوتات مثل الدراكار نوار مثل العطور القديمة عنا الخزامة بالافتتاحية الياسمين نوتات خضراء بقوة ليمون بنفسج برجموت جوزة الطيب آه مندرين زنبق الوادي آه يلانج يلانج ورد هول بالافتتاحية بالقاعدة آه بالوسط سوري عنا السرو العرعر القرنفل ابرة الراعي الطيون كزبرة البيتي جرين خشب الصندل بخور مريم والقرفة وأخيرا بالقاعدة النوتات أنا اللي بحبها طحلب السنديان بقوة موجود فارض وجوده بقوة عنا بلسم الفير الجلد نجيل الهند عنبر خشب الأرز البخور والمسك فشوفوا القاعدة كل النوتات اللي بحبها موجودة هيدا العطر هيدا بالنسبة لنوتات العطر هلا بالنسبة للعطر عطر ماسكولين اكيد عطر رجولي بامتياز رمز الرجولة هذا العطر يعني ما بشبع منه وبعتبر حالي محظوظ اني قدرت لقي هذا الاصدار القديم الاساسي بعده موجود لهلا زجاجة بتشبه الجيفانشي الجنتلمان هيدا الستايل بعده موجود فيه الاكزيريوس روج ما له علاقه فيه مخصه وكتير بعيد عن بعضهم عطر تاني مختلف هذا عطر عطر رجولي ماسكلين فتره الثمانينات طابع البربر شوب اولد سكول من العطور الجميله جدا اكيد للرجل الواثق من نفسه اكيد الرجل الناضج فوق ال 35 سنه عطر رائع بالنسبة لإلي من العطور الباربر شوب الأولد سكول اللي بعشقه موصل على أدائه أدائه هذا الإصدار جيد جدا أه سبع لثمان ساعات ثبات ممتازين مع أول ساعة ونص لساعتين فوحين كمان جيد جدا إصدارات جديدة ما عندي فكرة عن أدائه كيف كيف هو أكيد تم تخفيفه وشيله وخففوا طحلب بالسنديان من ورا خزعبلات الإفرة وهالقصص بس أنا بعتبر حالي برجع لكم محظوظ كتير إنه لقيت عندي هيدا الإصدار الفصول بالنسبة إلي بيصلح كل, كل السنة لأنه في في النوتات التقيلة وفي النوتات الفريش مع بعضهم فبصير في توازن هذا العطر يعطيكم طابع نظافة فريش طابع صابونة مع النوتات الخضراء فبيصلح بالصيف ما في اي مشكلة وبالشتاء وبالخريف وبالربيع فانا بعتبره فرساتايل من العطور القديمة الفرساتايل بيصلح لكل ايام السنة آه، الاطراءات آه، بهيدي العطور انا ما بسأل عن الاطراءات وما بقبه للاطراءات وما إذا فاذا اجت الاطراءات كان بهما ما اجت هذا العطر آه، بعتبره آه، شيء خاص فيه لاستمتاعي لا، لا الشخصي انا بحب هالنوع من العطور بس اوقات بيجيب لكم أطراءات، اكيد الموضوع بيرجع لشخصيتكم والستايل تبعكم سعره هيدا سوق سوداء. ما له سعر حسب العرض والطلب ممكن تحصلوه بمية دولار ممكن تحصلوه ب200 على في ناس بتوصل بيعه ب مية وخمسين يعني بدكم تبرموا لتاخدوا افضل سعر وتجادلوا بدكم جادلوا مع البائع انه لا تاخدوه بسعر يعني انتو وشطارتكم شو السعر تقدروا تاخدوه هذا هو اذا اعزائي اكزاريوس اوضة ولات الاوريجينال 1986 من اجمل عطور الاروماتيك فوجير البعشقه عطر رائع ولا اجمل وكل واحد عنده هذا الاصدار بعتبره انسان محظوظ ما تنسوا تتابعونا أعزائي تعملوا سبسكرايب ونشوفكم في فيديوهات جديدة